فكرة الفيديو النهاردة إن شاء الله إن إحنا عندنا بودكاست، بس البودكاست فيها أكتر من حلقة، يعني مثلا بتعدي 30 ولا 40 حلقة تمسكها وتحملها لوحدك، فدي هياخد وقت كتير. فإحنا هنعمل مثلا بايثون سكريبت أو برنامج باستخدام لغة بايثون، إن هو ياخد مثلا هبعت له لينك البودكاست ديت، بعد كده هو يستخرج الدايركت لينك أو الرابط مباشر للتحميل على طول من البودكاست ديت. وبعد كده بقى أنت ممكن بتاخد الرابط ديت مثلا نخزنها في ملف تكست، انت ممكن تحملها باي برنامج او اي تطبيق. فيلا بينا. الايديتور او البرنامج اللي احنا هنشتغل عليه ان شاء الله وهنكتب عليه كود هو في اس كود، ماشي، فيجوال ستوديو كود من مايكروسوفت، وان شاء الله هسيب اللينك بتاعه في الديسكريبشن تحت. افتحه عادي، اول ما يفتح معاك ممكن انت مثلا تعمل فايل جديد، بتعمل دبل كليك بقى، او ممكن تعمل الت انسرت، ممكن تعمل من فايل من هنا وتعمل نيو فايل. هنكتب مثلا اي كلمه كده، ايه، اعمل كنترول اس عشان تسيب الفايل. فنعمل مثلا امبورت دي اول، وبعد كده كنترول اس بود كاست داونلودر دوت بي واي سيف. تمام، هو كده اتعرف على الفايل وكل حاجه، وهتلاقي حتى لون كلمه امبورت ديت عشان هي كلمه يعني بريزيرفد وورد، يعني كلمه محجوزه في لغه بايثون. تمام، هنبدا الامبورت ديت، يعني هنجيب بقى اللي هو ايه اللايبرري او الموديول اللي احنا عايزينها بالظبط عشان تساعدنا احنا نعمل البرنامج ده. ريكويست ادي اللي انا هقدر بقى ان انا اوصل اللينك او افتح اللينك اللي انا هدخله للبرنامج. تمام، طب تاني حاجه هعمل امبورت لمين؟ هعمل امبورت اوبريتنج سيستم، واعمل امبورت للسيستم. اعمل امبورت للبيوتيفول سوب. بيوتيفول سوب ديت عباره عن ايه؟ بيوتيفول سوب ديت عباره عن ان انت لما بتدي لينك للريكوست ديت الموديول ريكوست بيرجع لك ريسبونس، فالريسبونس ده انت بتاخده او الاستجابه ديت انت بتاخدها وبتعمل لها بتحولها للبيوتيفول سوب. البيوتيفول سوب بقى بيقدر ان هو يستفاد من المعلومات اللي انت بعتها ديت، او بيحول الريسبونس ده عباره عن كود HTML، فالبيوتيفول سوب بيقدر يحول HTML ديت اوبجكت، يعني حاجه في البرمجه تقدر انت تتفاعل معاها، تقدر تستخرج منها معلومات وهكذا. البيوتيفول سوب دي ازاي؟ قال لك فروم PS4 import beautiful soup. انا import المين لبيوتيفول سوب والنافيجابل سترينج. تمام، هتعرف دلوقتي احنا استخدمناه، ولو في حاجه تانية هنضيفها ان شاء الله. اول حاجه هنضيف اللي هو الحاجات اللي احنا هنحتاجها، مش محتاجه برمجه ولا حاجه، بس حاجات يعني ايه عشان يبقى البرنامج شكله حلو ونعرف نقرا اللي هو بيطلعه. تمام، فاول حاجه مثلا نعمل لاين سيب، يعني من لاين سيبريتور بيساوي ايه؟ دي بيساوي في 50 غير اسمه البيس دايركتوري، دي المكان اللي انا احفظ فيه الفولدر او الملف اللي انا هيكون فيه دايركت لينك بتاع ايه البودكاست. فنقول بيس دايركتوري بيساوي نقطتين سلاش. طب ليه كده؟ اشمعنى السي؟ عشان السي اي جهاز كمبيوتر عنده طبعا السي، والويندوز مستطبع السي، فانا مش هينفع مثلا ان انا احطه على هارد او على بارتيشن موجود عندي وهو مش هيبقى شغال عندي. انا اتكلم عن الموضوع ده في اخر الفيديو ان شاء الله. تمام، ممكن مثلا نعمل حاجه كمان اللي هو البيز لينك. البيز لينك دي اللي هو اللينك الاساسي اللي هو اي بودكاست هتبقى موجوده فيه. احنا عايزين اللينك ده. تمام، خليه هنا، خلي اللينك ده، خليه تيست لينك عشان نبقى نجرب عليه. تيست لينك. تمام، وبعد كده البيز لينك بقى اللي هو هتلاقي اي بودكاست هتلاقي بادئه بديت. تمام، فاحنا عشان ايه؟ عشان لو اليوزر مثلا دخل او المستخدم كده دخل مثلا كلمه لينك غلط او اي حاجه غلط ولا حاجه، نعرف نفهمه ان هو دخل لينك غلط، فبالتالي يعرف يصحح اللينك ده. دي اللي احنا نبدا بها ان شاء الله. طيب، اول حاجه عايزين نعملها ان احنا نعمل فولدر للبودكاست اللي احنا حملناها ديت. ليه؟ عشان نخلي مثلا البرنامج ياخد اكتر من لينك، يعني مثلا اكتر من بودكاست، فكل بودكاست يبقى لها فولدر لوحدها مخصوص. تمام، فعايزين اول حاجه نعمل فانكشن تخلي كل بودكاست لها فولدر لوحدها وجواها الدايركت لينك بتاعها. تمام، فنعمل اول حاجه ديف، ممكن نسمي الفانكشن مثلا ميك download folder. تمام، هتاخد مثلا parameter name الفولدر بتاع اسم الفولدر، فولدر
سوري فولدر نيم. تمام. اول حاجه ان احنا نعرف المسار اللي هو المفروض ان الفولدر ده يبقى موجود فيه، يعني فين على الكمبيوتر. اول حاجه فهنعمل مثلا داونلود باث يساوي os.path.join. تمام. مين بقى البيز دايركتوري اللي هو الدايركتوري الاساسي اللي هو يبقى فيه كل البودكاست اللي نزلت الفولدرات يعني. وتاني حاجه مين الفولدر نيم. فولدر نيم. تمام. يعني دي معناه ايه بقى؟ دي معناه ان هو لما يجي مثلا يعمله هيكون في فولدر جديد، هيكون في باس جديد او مسار جديد اسمه مثلا سي نقطتين سلاش مثلا ايه تيدكس تيد توك. وفايده ان فايده السطر ده كمان ايه، ان هو مثلا ما بتعتمدش على نظام تشغيل معين. الباك سلاش دي الفورورد سلاش دي بتختلف من ويندوز لينكس، فهو بقى السطر ده هو يعرف يحط باك سلاش والفورورد سلاش على حسب الويندوز اللي عندك او قصد الاوبريتنج سيستم اللي عندك. تمام. تمام. بعد كده مين، بعد كده هنحاول ان احنا نعمل os.make_directories. تمام. اللي هو بقى مين دي ميك دايركتورز ديت اللي هو هيعمل اللي لو الفولدر مش موجود هو هيكريته، يعني هيعمله من اول خالص وهينشئ الفولدر ده بالاسم اللي انت حاطه. تمام. اول حاجه النيم هيبقى داونلود باث، داونلود سوري. تمام. وبعد كده في خدعه بقى، في تريك هنا نعملها اللي هو اكزيست اوكي تو ترو لازمته ايه. فهو مثلا فولدر هيبقى متكرت قبل كده، يعني مثلا هو يكون السكريبت اللي قبله مثلا لو كان فيه غلط كان عمل الفولدر، فهو لما يجي يشتغل ولو احنا ما حطناش الاكزيست اوكي ديت هيبقى في مشكله، عشان هيقول له هيدي ايرور وهيقول لك غلط ان السكريبت كان ان الفولدر كان موجود. فلو احنا عملنا اكزيست اوكي كده هي مش هيطلع ايرور خالص وهيمشي عادي السكريبت. تمام. مثلا ان السكريبت شغال فممكن نعمل برنت فولدر is ready. تمام. وبعد كده print line separator ممكن نعمله import web browser. الويب براوزر ده بيعمل ايه؟ الويب براوزر ده لما قلت له web browser dot open وديت له الداونلود باث دي، بعد لما يخلص الفانكشن لما الفانكشن تخلص هيقوم جاي يفتح الفولدر ده. دي حاجه تاكيد، يعني ممكن مثلا دلوقتي تعالى نختبر مثلا الفانكشن اللي احنا عملناه صح. ممكن نقول له ميك داونلود فولدر ونقول له مثلا تيد. تمام. دلوقتي ان شاء الله احنا نعمل تيست الفانكشن نشوفها كانت شغاله ولا لا. فتعال نجرب كده الفانكشن ديت. زي ما قلنا ممكن تعمل رايت كليك تعمل run current script او تعمل alt a دي شورت كات اللي عامله يعني. فهو بيختلف من واحد التاني فانت على حسب انت بقى اللي تحدد. تمام. alt a. تمام. هو باين عندك دوت ان هو الفولدر فعلا اتعمل. ولو جينا بصينا لو جينا مثلا رحنا عند ال c هتلاقي هو موجود ال tend نفس الاسم اللي احنا كنا عاملينه هنا. تمام كده الفولدر الحمد لله تمام مفيش مشكله والفانكشن شغاله صح. تمام. طيب دلوقتي احنا عايزين نعمل ايه؟ احنا عايزين دلوقتي نعمل فانكشن ثانيه اللي هي تبدا بقى تفتح اللينك ذات نفسه اللي احنا عايزينه بتاع البودكاست وتعمل داونلود بقى للدايركت لينك بتاعه. فنعمل اول حاجه ديف داونلود ذس بودكاست. تمام. هتاخد مين؟ هتاخد البودكاست لينك. تمام. بعد كده هنا هنحتاج مين؟ هنحتاج اول حاجه ريكويست. اول حاجه هناخد فول ريكويست سو ريكويستس دوت جيت بودكاست لينك دوت ريز فور ستيتس. ليه؟ عشان لو حصل اي حاجه غلط ان مثلا ما كانش مثلا الجهاز مش متوصل بالنت اي حاجه او مفيش او حصل خطا في اي حاجه هو هنا من قبل ما يكمل فانكشن طلع ايرور على طول. تمام. بعد كده عايزين نعمل بقى السوب
يساوي beautiful soup تحكوس request dot text كوما. عايزين بقى نحدده هو هيعمل بارسل ايه او هيعمل يعني ترجمة لايه بالظبط. تمام، فعايزين نعرف ان هو هيترجم html dot parser، فدي يستخدم البارسر بتاع html. تمام، بعد كده مين بقى؟ بعد كده بقى نبدأ بقى الشغل اللي بجد بقى. لو احنا جينا فتحنا جوجل كروم، دي طبعا دي اكستنشن اللي انا بستخدمه دلوقتي، دي اكستنشن ان شاء الله هسيب بردك اللينك بتاعه في الديسكريبشن، وبردك اللينك بتاع الاندرويد اب بتاعه بردك في الديسكريبشن اللي احنا بعتناه من تطبيق الاندرويد. فنعمل كوبي بعد كده كنترول في، وهيفتح لنا هنا البودكاست. دي البودكاست الموجودة على الاندرويد، منها ايه؟ الدايركت لينك. طب الدايركت لينك ده هعرفه ازاي ولا اعرف اطلعه ازاي؟ اي دايركت لينك لازم يكون منتهي بدوت ام بي 3 دوت ام بي 4 هكذا يعني. فاحنا عندنا صوت فلازم يكون مثلا منتهي بدوت ام بي 3، فهندور مثلا بحاجه، فالمفروض ان هو يكون منتهي بدوت ام 4 اي مثلا دوت ام بي 3 هكذا. فاحنا مثلا لو جينا دورنا على حاجه بتنتهي بدوت ام فممكن نلاقيها ان شاء الله. تمام، فدي مثلا دي التفكير. تمام، فانا اول حاجه لو احنا جينا فكرنا كمان في حاجه تانية، ان انت مثلا لما تيجي تبص هنا للصفحه اللي عندك بتلاقي هنا بلاي بوتن. البلاي بوتن لو انا جيت اشتغلته جيت جربته المفروض ان هو يشتغل، يعني المفروض هو شغال دلوقتي بس. تمام، هو شغال دلوقتي. تمام، بس طب هو شغال ازاي؟ المفروض في ملف ام بي 3 جاي بيعمل له ستريمينج او جاي من حته تانية. فالمفروض لو احنا جينا عملنا ازاي، لو جينا التك كده كليك يمين وعملنا انسبكت، تمام، دي بقى بيفتح لك ال HTML كود بتاع الصفحه دي بالظبط، وايه اللي معروض على الصفحه دي وجاي منين. فانا ممكن اعمل هنا التك على ديت واروح هنا، هقعد ادور بقى في الحته ديت كده. تمام، مش لاقي حاجه بقى، هو هتلاقي لازم يكون في الحته دي، امال هو شغال ازاي؟ تمام، فانا هعمل ايه هنا؟ هاجي هنا واعمل كنترول اف وقول دوت ام بي 3. تلاقي فين؟ هتلاقي في سورس هنا اهوت اهو، وفي الاخر خالص دوت ام بي 3، فهنا منتهي دوت ام بي 3 فعلا، ودي فعلا دوت دايركت لينك اللي انا عايزه. فهو كحل مش الحل الامثل. الحل الامثل ايه؟ الحل الامثل ان هو انا جيت دورت عشان اوفر برضك على كل وقت وما اطولش في الفيديو، في حاجه اسمها داتا فيد، داتا سلاش فيد. تمام، داتا سلاش فيد ديت بتديك لينك، في لينك اكس ام ال للكونتنت او المحتوى الموجود في التيد توكس ديت او في اي بودكاست موجوده على جوجل بودكاست. فطب هعمله ازاي ديت؟ طب جيت بصيت هنا هتلاقي دايركت لينك بتاع اول بودكاست تاني بودكاست وهكذا، كل بودكاست له الدايركت لينك بتاعه. تمام، طب دي مش الحل، دي مش الشرط، دي مش اللي هي السورس كود الاصلي. السورس كود الاصلي بتاع البودكاست ديت لو احنا قلنا فيو بودكاست فيو هنا، دي السورس كود الاصلي، دي السورس كود الاصلي اللي احنا عايزينه. اعمل ريكويست وادي له اللينك ده، دي اللي هيقراه، دي مش هيشوف الكلام ده، هو مش هيشوف الكلام ده، هو هيشوف الكلام ده. تمام، فاحنا عايزين الكلام ده عشان نعرف نترجمه ونعرف نطلع منه دايركت لينك. تمام، احنا دلوقتي عايزين مين؟ احنا عايزين دلوقتي البيوتيفول سوب ان هي تطلع لنا تقرا ال HTML وتطلع من اللخبطه الكتيره ديت حاجه واحده بس، احنا عايزين اللينك ده بس. تمام، طب هتعمل كده ازاي؟ انت هقول لك ازاي. انت لازم تحدد لها هو اللينك ده موجود فين، او العنصر اللي هو موجود جوه اللينك ده موجود فين بالظبط. فانت هتقف عند الحته دي تحدد له السطر ده، هيتحدد بالسطر باللون الازرق كده، وتعمل كليك يمين وبعد كده كوبي وبعد كده كوبي سيليكتور. البيوتيفول سوب بتعرف تحدد اي عنصر او موجود في ال HTML عن طريق CSS. دلوقتي على كود بنقول له سوب دوت سيليكت. تمام، هنديله مين؟ هنديله اللي احنا خدناه من جوجل، اللي هو جوجل ادهال. تمام، هتلزقه زي ما هو بالظبط، ما تعملش فيه اي حاجه. طيب سيليكت دي بتعمل ايه؟ فانكشن سيليكت دي بتدي لها CSS سيليكتور، وهو بيرجع لك على ليست. فانت لازم اول حاجه احنا عايزين، هو طبعا لما استخدمنا ديت هو هيرجع حاجه واحده بس، فيبقى ليست من عنصر واحد بس. فاحنا عايزين العنصر ده، فنقول له نعمل براكت ونحط صفر. تمام، عشان يرجعنا العنصر الوحيد ده كده. احنا عايزين نعمل له مين؟
هنقول له مثلا خلي مثلا متغير اسمه result مثلا بيساوي سوب دوت. تمام. بعد كده احنا كده ايه عرفنا نحدد العنصر، المفروض نطلع اللينك. دلوقتي عرفنا نجيب اللينك اللي هيودينا ال XML ماشي، بس عايزين نترجم ال XML دي ازاي. فنقول له import XML dot e3 dot element 3 sorry element 3 تمام as et تمام، عشان اختصار بدل ما اكتب الكلام ده كله. تمام دلوقتي انا معايا اللايبراري او الموديول اللي هو يقدر مين يترجم لي XML ويطلع لي منه الدايركت لينك بتاع كل بودكاست او حلقه بودكاست انا عايزها. تمام، فدلوقتي فاضل مين نلاقي اللينك بتاع ال XML ده بالظبط، نلاقيه نعرف نخرجه من ال HTML ده. طبعا هنخرجه زي في حاجه اسمها ريجلو اكسبريشن على جوجل. تمام، وجينا خدنا اللينك دوت خدنا كنترول في وعملنا كومنت معاك دلوقتي اللينك. تمام، فهو المفروض البيوتيفول سوب تدور على ايه؟ تدور على حاجه بتبدا ب HTTP. تمام، مش شرط ان هي تنتهي ب S، مش شرط قصدي مش شرط ان هي HTTPS، عشان في ممكن لينكات تانية انا شفتها ما بتنتهيش ب S، يعني ما بتبقاش فيها HTTPS، بيبقى HTTP بس. تمام، فنستخدم حاجه اسمها regular expression. regular expression تمام ده بتدور في التكست وتقدر تلاقي لك الحته من التكست او جزء من التكست اللي انت عايزه بالظبط. فهنقول له regular expression ماشي re dot احنا ما عملناش import ال re. تمام، نعمل import re. تمام، وبعد كده نقول له ريكان نقول له regular expression dot compile http وبعد كده slash capital S plus. دي معناه ايه؟ معناه ان حرف ماشي او اي شكل، بس ما يكونش وات سبيس، يعني ما يكونش مسافة والكلام ده وكده. فيكون فهيديني طبعا اللينك بتاعه اول ما يلاقي مسافة واقف لحد كده. تمام، برضك عشان انا شفتها في لينكات تانية فانا مش عايز اطول مدة الفيديو وكده. انت ممكن بعد كده بقى لو انت عايز تجرب يعني اقعد جرب هات لينكات تانية وجرب مع نفسك وشوف ايه اللي غلط وايه اللي ممكن يحصل وهكذا، وحاول تلعب في الكود كده وتدرب مع نفسك. تمام، طيب بعد كده ممكن اعمل ايه بقى بريجولار اكسبريشن ديت؟ اقول له ريجولار اكسبريكس، اقول له لينك بيساوي اكس سوري خلينا نوضحين اكتر اكس ام ال لينك بيساوي ريكس دوت فايند اول. وادي له مين بقى؟ هدي له هنا يا سيدي انت مش الريزلت، هدي له السترينج بتاع الريزلت. فاقول له string result. ليه بقى كده؟ عشان هو يديني الكود بتاع ال HTML ذات نفسه. يعني اصل هو لو البيوتيفول سوب بتاخد بتاخد الكود ده وترجع لك اوبجكت، فانا مش عايز الاوبجكت، انا عايز الكود بتاع ال HTML ذات نفسه عشان اعرف اطلع منه التكست بتاعي. تمام، فخدنا كده التكست بتاع ال HTML وبعد كده بقى ايه الفايند اول برضك نفس الكلام بترجع ليست، بس انا هنا محدد الكوب بتاعي متاكد ان هي هترجع حاجه واحده، فهاخد اول عنصر اللي هو زيرو. تمام، فالمفروض بعد كده هو هيرجع لك التكست، بس هو المفروض ايه لو انت جيت بصيت على HTML، تعال بص معايا كده، لو جيت بصيت على HTML هتلاقي ان هو هنا محطوطه ما بين دبل كوتس، هيلاقي هنا ال HTTP اول حاجه HTTP، بعد كده بقى هيلاقي حروف بس ما فيش مسافات فاضيه، فياخد الكلام ده كله معاه. هو كده ساب الكود الاولاني. طب دلوقتي معاك الدايركت لينك بس اخره كود، فكده مش نافع. يعني ايه معناه؟ ان هو كده معاك الدايركت لينك اللي هو اللي هيطلع لك من كده ايه كده، دي اللينك اللي هيطلع لك بس اخره كود، والكود ديت مش نافع، ديت مش نافع، فاحنا عايزين نتخلص منه. فممكن نقول له ايه كده، يعني دي معناه ايه؟ دي معناه ان انت تاخد التكست بتاع اللي هو طالع من هنا من اوله لحد اخره ما عدا اخر حرف، هيخلص على الحته دي، هيطلع لنا الجزء ده، ودي اللينك اللي انا عايزه، اللينك بتاع ال XML. فانا مش هعرف استخدمه ولا اجيب السورس كود بتاع ال XML الا لما اوديه على الريكوست. تمام، فالريكوست فاحنا ممكن نقول له مين؟ نقول له XML request بيساوي requests dot get مين XML link
تمام تمام كده جبنا مين؟ كده جبنا الريكوست، كده جبنا الاكس ام ال، وكده معانا دلوقتي معانا مين؟ الريكوست. ممكن اقول له بقى ايه الاكس ام ال بيساوي، او خليها عشان ما نتلخبطش ماي، اكس ام ال بيساوي اكس ام ال اي تي دوت فروم سترينج اكس ام ال ريكوست دوت تكست. تمام.